أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء البورصة المصرية اليوم التي تراجعت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية بداعي تسوية مراكزها المالية في اليوم الأخير من شهر مارس. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 على تراجع بنسبة 1.6% لينهي التعاملات عند مستوى 1568.3 نقطة، بينما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 على تراجع بنسبة 94% وسجل 1969.8 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنسبة 1.2% منهيا التعاملات عند مستوى 2910.5 نقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق، فقد جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 26.7%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع العقارات بنسبة 15.8%، أما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 14.3%. ولمزيد من التحليل على أداء البورصة المصرية التي اختتمت تعاملاتها اليوم في آخر أيام شهر مارس، معي على الهاتف الأستاذ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. أستاذ أيمن مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك عامل إيه؟ أهلا. تقييم حضرتك لأداء البورصة المصرية اليوم؟ أداء اليوم والله هو غير مقلق، يعني نهائيا احنا كنا على مدار الأسبوع في ارتفاعات على المؤشر السبعيني وفي بعض الانخفاضات او الاتجاه العرضي او الاداء العرضي على المؤشر ال 30 او المؤشر الرئيسي. شفنا النهارده ان كان في اجماع لكل المؤشرات المصريه لتنهي الجلسه باللون الاحمر، الا ان احنا شفنا بعض التماسك على الاسهم الصغيره المتوسطه قليل نهايه الجلسه. جلسه ارتفاعات على فرق المتر التغيري وفي اطار ضعف المؤشر الرئيسي بسبب تراجع التجاري الدولي النهارده كمان نزل لدون مستوى 58 جنيه، يمكن عمل 57 جنيه 56 قرش واغلق عند 58 جنيه بتراجع اكثر من 1.6%. نعلم جدا ان المؤشر الثلاثيني التجاري الدولي بيشغل فيه حوالي 37% من وزن المؤشر، فبيكون تاثيره كبير جدا على المؤشر، وده راجع لمبيعات المؤسسات الاجنبيه بصافي يتجاوز ال 153 مليون جنيه، ومبيعات برضه المؤسسات العربيه حوالي 9 مليون جنيه. ده نتيجه بعض تاثير المراكز قبل نهايه شهر مارس، النهارده اليوم الاخير من شهر مارس اخر جلسه، وبرضه بعض الاحداث الجيوسياسيه الخاصه بموضوع سد النهضه. النهارده شفنا بعض الانباء الايجابيه في هذا الموضوع عن موافقه اثيوبيا للمقترح المصري السوداني لبدء السد في خلال 7 سنوات، وهذا المقترح اللي كانت بتتجاوز به مصر والسودان، فان شاء الله بكره نلاقي ان شاء الله يكون في استداده على كلا المؤشرين وخاصه المؤشر السبعيني في اطار لسه السلام شهيه الافراد للمخاطره. النهارده شايفين الافراد متفوقه على المؤسسات، يمكن 65% او 66% من السوق النهارده افراد، الافراد المصريين شاريين باكثر من 50 جنيه صافي، الافراد العرب النهارده 76 مليون جنيه برضه بارتفاع المؤشر التاسي السعودي والمؤشرات الخليجيه وبعض الارتداءات الطفيفه على اسعار النفط، فشايفين ان شاء الله ان لسه الافراد عندها شهيه المخاطره وشهيه الشراء في هذه الاسهم. قيم التداولات النهارده كانت كويسه، يعني يمكن اول مره نعمل قيم تداولات اكثر من مليار ونص في حوالي 320 مليون جنيه، كانت صفقه على جلوبال، يعني لو شلناها هنلاقي اكثر من مليار وربع جنيه النهارده صافي او قيم تداولات في السوق المصري.
بس يا استاذ ايمن، التراجعات يعني كانت على مدار تقريبا، وكانت اغلب جلسات شهر مارس الماضي زي ما حضرتك طبعا متابع، هل ليها سبب محدد؟ وهل السبب ده ممتد كمان للشهر المقبل شهر ابريل، ولا كان مرتبط ببعض الاحداث السياسيه او الاحداث اللي موجوده وقد انتهت؟ حضرتك شايف ايه؟ هي كان في مشكلات داخل السوق المصري نفسه، مش احداث محليه او احداث عالميه. هي كانت بعض اسهم موقوفه، غياب المحفزات عن السوق، غياب الطروحات، بعض اسهم المضاربات ابتدت تجني ارباح من قبل كبار المستثمرين لذوات الملاءه الماليه الكبيره، وده ابتدى يعمل لي مشكله في المارجن، ابتدى يتسيل المارجن والاسهم ابتدت تتباع عشان تسويه المراكز، وده اللي خلق لي موجه بيع كبيره جدا، وخاصه على الاسهم بتاعه السبعيني، لدرجه ان هو قلص كل المكاسب بتاعته بتاعت العام. والنهارده هو يعني ابتدى يقلص الخسائر بتاعته، اللي النهارده حوالي 7-8% خساره من بدايه العام. فدي كانت مشكله في السوق نفسه، وان شاء الله مع ابتدت وجود محفزات وابتدى المارجن كمان يرجع كمان، فان شاء الله ما نشوفش الكلام دوت. استاذ ايمن، حضرتك اتكلمت عن المحفزات، هل المحفزات تتمثل في طروحات جديده حكوميه، ولا شايف المحفزات اشياء اخرى ممكن ان هي تحدث خلال شهر ابريل؟ هو على رأس المحفزات طبعا لازم يكون عندنا منتجات جديدة متمثلة في طروحات كبيرة تعمل زخم في السوق، وتبتدي تجذب لي شرائح جديدة من المساهمين أو من المستثمرين في السوق المصري. احنا شفنا خلال الشهر مارس، ودي حاجة كويسة برضه مش وحشة، إن شفنا إن قيمة الدولار كانت بتقل جدا مع التراجعات الشديدة اللي كنا بنشوفها. يعني ابتدى البياع إن هو يعني ابتدت تتراجع عن البيع مع حذر المشتري، فكانت قيم التجارات قليله جدا. نتمنى ان شاء الله في شهر ابريل تظهر لنا محفزات، وبرضه بعض نتائج الاعمال عن الربع الاول ابتدت تظهر، وفي نتائج اعمال يمكن مش تمام كبير قوي في الارباح، ولكن النتائج اللي بتظهر تباعا يمكن احسن او افضل من النتائج اللي كانت متوقعه. فمع نتائج عمال الربع الاول ان شاء الله، وبدء الحديث عن طروحات جديده باذن الله مع الربع الثاني ان شاء الله، هنلاقي يعني يكون في طفره في الدش من بدايه شهر ابريل او من الاسبوع الثاني من شهر ابريل باذن الله قبل شهر رمضان. هنلاقي ان شاء الله في ارتداد على المؤشر السبعيني والمؤشر الثلاثيني بتماسك التجار الدولي عند هذه المستويات وارتداد منها. استاذ ايمن، الهدوء النسبي لجائحه كورونا و وجود التطعيمات، فهناك هدوء إلى حد ما في بعض البلدان، وفي مصر طبعا هناك استقرار كبير. أيضا الاستقرار اللي موجود دلوقتي وانتهاء أزمة سفينة قناة السويس، هل ده ممكن ينعكس إيجابا خلال الجلسات المقبلة بإذن الله التي ستبدأ من الغد مع بداية شهر إبريل؟ إن شاء الله بالتأكيد، بس ده يكون على يعني المدى المتوسط والطويل أكثر من المدى القصير. احنا عندنا المدى القصير يعني القصير، احنا عندنا المدى القصير شهر، تمام؟ فممكن ده يكون في خلال شهر ابريل تبدا المستويات السعريه تتحسن شويه، ونطلع على مستوى مثلا ال 11100 11200 على المؤشر الرئيسي بتاعنا، ممكن نشوف جني ارباح عند المنطقه دي، لانها منطقه مقاومه يعني صعبه شويه، لان كانت منطقه الدعم كان يصعب كسرها، فبعد ما تم كسرها تحولت الى مقاومه قويه شويه. فممكن نجد بعد جني الارباح عند مستوى ال 11000 11200، ونعاود الصعود تاني لمستوى 11600 اللي نزلنا منه اللي هي القمه اللي جابها بعد جائحه كورونا. اما عن لقاح كورونا، فهنلاقي مع تراجع اعداد المصابين وزياده عدد حالات الشفاء باذن الله، احنا شفنا يعني ملحوظ ان عدد الوفيات الحمد لله بيقل. يمكن عدد الاصابات يمكن ستيل ثابت عند ال 600 يوميا، ولكن عدد الوفيات بيقل. فاعتقد ان مستوى الاصابه نفسه بيكون خفيف حاليا عن ما قبل. فان شاء الله في خلال شهر ابريل باذن الله هنشوف احسن، هنشوف نتائج احسن للقاح كورونا اللي ابتدى فعلا يتفعل على صعيد المواطنين داخل مصر، وده برضه هينعكس على السوق بصوره ايجابيه. استاذ ايمن فوده، رئيس لجنه اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي، يعني اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه والمثمره، كنت معنا في مؤشر النيل. انتقل الان الى الاستاذه منى مصطفى خبيره اسواق المال. استاذه منى مساء الخير. النور، ازي حضرتك عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله.
استاذ منى، يعني اداء المستثمرين النهارده سواء عرب او اجانب في جلسه اليوم حضرتك شايفاها ازاي؟ تمام، احنا مش بنحدد جلسه اليوم بس، ولكن خلينا ناخد ادائهم خلال الفتره اللي فاتت. يمكن مع انهيار اللي احنا شفناه مع اول الاسبوع وصلنا لمستويات الدعم، كنا شايفين الى حد ما كان في توجه بيعي خاصة على الأفراد نتيجة للماجيك كولز اللي كانت بتتعرض لها المحافظ، مع إن في بعض المؤسسات كانت يعني متجنبة الشراء أو الشراء بتاع يعني شغالة على الشراء الانتقائي بشدة. ويمكن بعد مع دخول السيولة المؤسسية مع جلسة الثلاث أو جلسة متهيألي كمان نص جلسة الأربع أو بداية جلسة الأربع، كانت بدأت إن هي تعمل لي ارتدادات قوية جدا على المؤشرات. وبالتالي خلينا نشوف كده تحليل بسيط لأداء الأسهم، سوري، على أداء الاستثمارات وفئات المستثمرين. هنلاقي إن ممكن يكون بعض الأداء المؤسسي أو الشراء المؤسسي بيكون انتقائي بشكل كبير. عندنا شوية المؤسسات المصرية هي اللي بتبدأ تفتح مراكز شرائية مقابل إن الأجانب رافعين إيديهم شوية عن السوق زي ما بنقول في التعبير الدارج، وتداول بقى سريع وتريدات من قبل الأفراد المصريين. ويمكن ده اللي عامل لنا الزخم شوية، أو بدأ نلاقي عودة للزخم على الأسهم الصغيرة والمؤشر الـ70، خاصة ان انت كمان يعني النهاردة بدأنا نشوف ان الحكومة الامريكية بتطلق حزم او مزيد من الحزم التحفيز، وبدأ ان هو يأثر على عائدات السندات الامريكية، وده ممكن ان هو يأثر شوية على الاستثمارات او تدفق استثمارات الاجانب للاسواق الناشئة، واللي اولهم السوق المصري يعني او اكبرهم السوق المصري. وبالتالي احنا اعتقد الفترة الجاية ممكن نعتمد بشكل كبير على السيولة المؤسسية، واللي اعتقد ان هي ممكن تكون هتبدا ان هي تدخل او تفتح مراكز شرائيه بشكل تدريجي ومدروس خلال الفتره الجايه، لاني اعتقد من ازمه كورونا او زي ما بنقول كده من قاع كورونا، المؤسسات المصريه بدات تنتهج خطه معينه في الاستثمار، وهي ان هي بتدخل كماركت ميكر مش كمشتري. يعني هي بتعمل على ان هي توازن السوق وتعمل تخلق بالانس او توازن في السوق، اكتر من ان هي بتدخل كمشتري عنيف يا هايبر السوق. واعتقد ان هو ده الدور الحقيقي للمؤسسات، وبتبدا ان هي تسيب السوق طلبات وعروض لشهيه المتعاملين كافراد، ونبدا ان احنا نشوف الاكسلريت على أستاذة منى، عايز أسأل حضرتك عن القطاعات النهاردة في السوق. قطاع البنوك جاء في المقدمة، يعني إحنا كالعادة قطاع العقارات هو اللي بيأتي في المقدمة، وخلال جلسات الشهر الماضي كان قطاع الخدمات غير المصرفية، ولكن اليوم قطاع البنوك كيف تري ذلك؟ يمكن قطاع البنوك يمكن المسيطر عليه هو التجاري الدولي، طبعا كان عندنا هو تاني سهم النهاردة بيقود قيم تداولات السوق 317 مليون، وهو ده أعتقد أن إدى الأفضلية للقطاع البنوك خلال تداولات اليوم. ولكن خلينا ما نبصش على برضو قطاع البنوك النهاردة، ولكن خلينا نبص عليه خلال الفترة اللي فاتت. هنلاقي ان زي ما حضرتك بتقول ان العقارات دايما هي اللي بتكون مقدمة، لانها هي اللي بتكون فيها اسهم اكتر بكرياتيريا اكتر، او يعني فيها الاسهم الغاليه والاسهم الصغيره، اسهم مضاربات والاسهم القياديه، فبتكون جاذبه لشريحه اكبر ومتنوعه بشكل اكثر للمتعاملين. ولكن التجاري الدولي هو معروف ان هو سهم مؤسسي، وهو اللي بيقود السوق وبيقود القطاع البنكي، خاصه ان احنا كمان النهارده لقينا اقرار للديفيدنت او التوزيعات بتاعت التجاري الدولي. ويمكن الفايده ان قرار المركزي بدا يتطبق من توزيعات المره دي، ان هيكون التوزيع عيني يعني اسهم وليس توزيع نقدي. يمكن ده مش هيخلي لي يحصل بانيك في السوق زي كل مره ما بنشوف، او يعني على السهم، وبالتالي هياثر على المؤشر، لان كان دايما الاجانب وان كانت نسبتهم قليله في الوقت ده في السهم، ولكن كان دايما الاجانب بيتجهوا ان هم يبيعوا السهم عشان ما يدفعوش ضرائب على التوزيعات.
فبالتالي دلوقتي بما ان التوزيع هيكون اسهم فبالتالي مش هيدفع ضرائب، فممكن ان هو يفتح شهيه المستثمر الاجنبي ان هو يبدا يضخ استثمارات اكتر او يفتح مراكز شرائيه اكتر، خاصه ان التجاري في مستويات سعريه متدنيه جدا بالنسبه لاسعاره من بدايه السنه كمان. أستاذة منى، يعني الأستاذ أيمن في مداخلة سابقة يعني اليوم تحدث عن لابد من وجود محفزات لعودة السوق إلى طبيعته، هل تمام. هل المناخ حاليا مهيئ لاستقبال محفزات أخرى أم لا يرتبط بالمناخ؟ لا بص، هو مهيئ جدا لان احنا دلوقتي في فتره الى حد ما عندنا بعض التحفيزات الداخليه والخارجيه، يمكن مع التحفيزات الامريكيه صحيح ان احنا هنلاقي ان الاستثمار الاجنبي في الاسهم او سوق الاسهم بشكل واسع او يعني جلوبلي هيبدا ان هو يخف شويه، وتبدا طبعا هيكون في سحب للسيوله من الاسواق الناشئه، ولكن عندنا في المقابل ان احنا تقرير صندوق النقد الدولي بيشوف يعني نمو او بيحسن نسب النمو للاقتصاد العالمي اللي هو المفروض هيصدر يوم الثلاث، وطبعا مدي نظره تفاؤليه كبيره للاسواق الناشئه واللي على راسهم مصر، خاصه ان احنا بنتميز بصفه الاستقرار والامان، ودول يمكن اهم عاملين، وبالتالي لو هنبدا نشوف توزيع جديد للاستثمارات الاجنبيه هيكون لمصر نصيب كبير ونصيب كويس جدا منها. وبالتالي ده بيمثل لي تحفيز خارجي، خاصه مع بدايه حل او يعني ترقب حل مشكله سد النهضه، واللي هيبدا ان هو يدينا دفعه قويه جدا جدا سواء بقى على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي، لان او يعني الجيوسياسي، لان هيكون بمثابه ذر امان يبدا ان هو يحفز لي تدفق استثمار اجنبي. ليه دايما احنا بنركز في الوقت ده على الاستثمار الاجنبي؟ لان احنا متعودين دايما في السوق المصري ان اللي بيبدا لي ترند صاعد هم المؤسسات، وخاصة الاستثمار الأجنبي لأن بيكون عندهم معدلات ضخ للسيولة بشكل متسارع وكبير. فإحنا بنأمل إن إحنا نكون في منطقة لتكون قاع على المؤشر، وإن كان لسه طبعاً ما اديناش دلالات قوية على ده، ولكن أعتقد إن إحنا بدأنا نجمع بعض الإشارات إن إحنا إلى حد ما ممكن يكون ده القاع بتاع السوق، يبقى إحنا كده عملنا قاع أعلى من قاع فنياً يعني. ولكن محتاجين تأكيد، وبالتالي لو بدأنا فعلا نشوف دخول للمؤسسات بشكل كبير في المناطق دي هنبدأ ان احنا يدينا دلالة على إمكانية تكون اتجاه صاعد في المستقبل، وبالتالي ده هيبدأ ان هو يفتح لي شهية المستثمر اكتر، يجذب لي مستثمر اكتر، خاصة ان احنا عندنا بعض الطروحات الخاصة اللي هتبدأ في السوق الاسبوع الحالي او بداية من الاسبوع القادم هيبدأ يقيد، وبالتالي ده هيبدأ ان هو يدخل لي فريش ماني، وهيبدأ ان هو يديني تجربة ناجحة جديدة تضاف للسوق ومنتج جديد يبدأ ان هو يشجعني شوية الاكتسابات المتأخرة الى حد ما. وبالتالي عندنا كثير من المحفزات المحليه والعالميه اللي تقدر ان هي تساعد السوق المصري خلال الفتره الجايه ان هو على الاقل يوصل لمنطقه من الاستقرار نقدر عن طريقها ان احنا نكون قاع كويس. استاذه منى، يعني عايز اسال حضرتك السؤال الاخير، توقعاتك لجلسه الغد شايفاها حضرتك ازاي؟ يمكن جلسه النهارده ان كانت يعني في البدايه كده كانت جلسه حمراء، ولكن هي تحمل في طياتها الخير. ليه؟ لان احنا عندنا كتير من الاسهم المضاربيه اللي قدرت ان هي تشوف جني ارباح تجاه الجلسه وتعاود للصعود مره ثانيه او تبدا ان هي تقلص التراجعات دي، فبيديني هنت ان الجلسه بكره ان شاء الله نبدا ان احنا نشوف مزيد من الارتفاعات ومزيد من التسارع على الاسهم المضاربيه، وده يقدر ان هو يديني لمحه على ان السوق هيرجع تاني لحاله التذبذب القوي اللي هو كان بيمر بيها سابقا، وان كان هيكون في هدوء على القياديات، ولكن هيكون في فتح مراكز متاني وانتقائي عليها. وبالتالي اعتقد ان جلسه بكره هتكون ايجابيه، في تفاؤل باذن الله ان شاء الله ممكن ينعكس باذن الله الفتره المقبله، وخاصه جلسه الغد. الاستاذه منى مصطفى خبيره اسواق المال، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهارده في مؤشر النيل، غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم في امان الله، شكرا لحضراتكم.